مساء الخير مشاهدينا، وحلقة جديدة من لايت شو من الأوبرا. بنعرض فيها لحضراتكم أنشطة ولقاءات مختلفة من على مسارح دار الأوبرا المصرية. عشاق العندليب عبد الحليم حافظ بيستنوا من السنة للسنة علشان الحفلات اللي بتقيمها دار الأوبرا المصرية لإحياء ذكرى. تعالوا نشوف حفلة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وبمشاركة نجوم الأوبرا. أحبك كلمة بقالها أيام وليالي تدوب فيا، عايزة تروح لك وانت بعيدة 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 عليا، والكلمة اللي أنا عايش بيها راح أدوب كل شوق فيها، الكلمة اللي أنا عايش بيها راح أدوب كل شوق فيها، وحقولها وحعدها وغني خدوني ليه توهوني غربوني توهوني غربوني العيون السود علشان احنا مع بعضينا اول مره لوحدينا، محدش بيبص علينا فرحة قلبنا وعنينا، حاجة غريبة علشان احنا مع بعضينا والأول مرة لوحدينا، ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا، حاجة غريبة. Smell.